اللي مش كويس انه حصل حرب كده غريبة اول مرة نسمع عنها ما بين المنتجين وبعض، وبقت كل شوية نقرأ ارقام الفيلم ده جايب ايرادات اكتر من ده، الفيلم ده جايب اقل من ده، وابتدى يبقى فيه لخبطة في الارقام. ما حدش اختلف على فيلم احمد حلمي ان هو الاول، انما من بعد فيلم احمد حلمي كل منتج يقول لا ده انا التانيين كذابين انا افضل، الارقام اللي بتتقال مش صحيحه انا ارقام اللي صحيحه. مش بس كده، لاول مره ناس تتهم نجم بانه هو صور فيلم وسربه لاذيه فيلم تاني. والغريب انه النجم ده عنده فيلم من انجح الافلام، اذا ما كانش يعني تاني اعلى ايرادات، إنه هو محقق رصيد كبير جدا في السينما وفي التلفزيون وفي الحياة، يعني هو في حالة التوهج والصعود المهني الكبير جدا. قالوا إنه حسن الرداد هو اللي سرب فيلم أحمد حلمي، وده أسوأ ما في الموضوع. يعني طول الوقت في منافسة، طول الوقت في منتجين ممكن يتهموا منتجين، إنما حصل معركة شرسة، خليني أقول غير نبيلة، حرب غير نظيفة ما بين المنتجين، بس الأول مرة يلبس فيها الممثلين. تفتكروا ممكن ممثل بيعيش كل الحالة دي من الازدهار والتألق والظهور ممكن يعمل حاجة زي كده؟ والحقيقة حتى لو حب يعمل كده هو ما كانش فاضي. اللي تابع أخبار النجم ده هيلاقيه طول الأيام اللي فاتت أو طول أيام العيد اللي هو بيتكلموا فيها على موضوع تسريب الأفلام، كان كل يوم بيحضر عرض أو معظم الأيام بيحضر في السينمات مع فيلمه ويقعد يتصور مع الناس ويرقص معاهم. فما تفهمش ده ممكن يكون ازاي صور فيلم وسربه وهو في حالة الانشغال الشديد ده. ما افتكرش انه في تاريخ السينما اتقال كده على حد، وما اعرفش مين